ربي يهديهم بعض الوالدين انه يحس انه ما ولدش دراري مش عارف ديك الحنيه اللي قالحه على قلبه. وفي بعض الاحيان مليح كنت تكون يكون مش نقولوا حق المد بخلاء، احنا يكون الاب والام يسير على وليده ولا يسير على شيء ما يحلوش كلش المشاكل تاعو، يعني يعلموه كيفاش يحل المشاكل تاعو باسكو يجي نهار اللي ما يسيبوش ويسيب النفس تاعو.